كل كيستافدوا منها
على المستوى الصحي وعلى المستوى الاجتماعي ومستوى التعليم، كل شيء هذا هي المركز خاص يدفعوا بها باش تخرج وتكون هي نواه ديال التنميه الجامعه اللي دايره المدينه، لان ذاك دايره مهمه تاريخيا كعلى صيت تاريخي، على صيت تاريخي اجتماعي وعلى صيت انجازاتهم وتقدمهم تجمع ما بين المدن الشمال والداخل ما بين قنيطره ولا وما بين طنجه ولا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما5TV وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma.